بهدف التصدي للمخالفات والتجاوزات المروريه نشر ديوان التشريع والراي التابع لرئاسه الوزراء مسوده مشروع نظام النقاط المروريه لسنه 2017 والذي يسمح بايقاف رخصه القياده للسائق الذي تتجاوز عدد نقاط مخالفاته المسجله بحقه 16 نقطه وبحسب المسوده سيتم وقف العمل برخص القياده وحجزها لمده 90 يوما اذا وصل مجموع النقاط المروريه في السجل الى 16 واقل من 20 نقطه، وتبين المسوده بان مده الحجز ستزداد كلما زاد مجموع النقاط المروريه للمخالفات المسجله بحق السائق، وسيتم العمل بالنظام بعد اجتيازه مراحله الدستوريه واقراره من مجلس الوزاره ونشره في الجريده الرسميه.